حملة رمضان أمان، يعني احنا نشارك فيها كمعهد الكويت للأبحاث العلمية، مركز أبحاث المياه في مياه كاظمة، السنة الثانية على التوالي. وهي الحملة طبعا هذه حصلت على جائزة أفضل تجربة تطوعية في الدول العربية، وتشمل عديد من الدول، لكن احنا نشارك في الكويت. من أهم أهداف الحملة هو طبعا أنتم عارفين أن قبل وقت الفطور الناس يسوقون بسرعة جنونية على أساس يوصل قبل الفطور. فهدف من الحملة الحد من الحوادث وتوعية المواطنين والمقيمين خلال الفترة هذه، توزيع الوجبات الرمضانية اللي يفطر فيها، طبعا أهمها الماي، طبعا ماي كاظمة راح يكون موجود، إضافة إلى يعني وجبة خفيفة، أساس الشخص اللي قاعد يسوق ما يسرع ويوصل بيته في الوقت المناسب وبكل أمان.